سيك وي مهم، تحية ليك وتحية لجميع المشاهدين اللي كيشاهدونا واللي وي غيشاهدونا من بعد. وي الور مرحبا. بالرجوع ديالنا للماتش البارح، فإلي جينا نقيمه بشكل عام فالأداء كان جيد، واللاعبين على العموم يعني يستاهلوا منا كل التشجيع والتنويع على المردود ديالهم في أكيد كل لقاء أكيد مقارنة بمباراتين سابقتين سواء ضد برشيد أو فريبقة اللي كنظن أنهم كانوا وجهان لعملة واحدة. عشنا واحد الضغط فيهم، عشنا واحد الخوف واحد الارتباك الى غايه نهايه المباراه، وي بعكس مباراه امس اللي كانت اول مباراه في الموسم الحالي اللي كنفوزوا بها نتيجه واداء. وهذا ما كيعنيش ان المباراه كانت سهله او لا ان الخصم كان نهائي ضعيف، بالعكس فانت واجهتي اقوى خصم في الفرق الثلاث اللي واجهتيها. وي وي فانا صراحه ما عرفتش واش هذا راجع للعامل الذهني، لاننا لاحظنا ان اللاعبين ذهنيا كانوا حاضرين بقوه وما كانش كتظهر عليهم علامات الارتباك، كانوا مركزين طيرة اللقاء، وحتى من خلال العامل البدني اللاعبين كانوا كيلعبوا بواحد لاغرينتا البارح وواحد الروح عالية لإثبات الذات. البارح اخويا رحمون بنت لي الرجاء، بنت لي شي شويه من الرجاء ديال الافريك. من طبيعة الحال، من طبيعة الحال البارح صراحة أنا كنت فرحان، يعني أنا ما كنظنش أن كان شي رجاوي كان كينتظر ان الرجاء غتبان بهذيك ماشي تنقولوا ان هذه هي الرجاء المثالي، ولكن ما كانش شي واحد كيظن ان الرجاء غتبان بهذاك المستوى، خصوصا بعد المردود اللي داروا في المباراتين الاولي. وي صحيح لك هذا ماشي ذيك الرجاء المثالي اللي كنتمناه، ولكن على الاقل كتبان لك بوادر فريق قوي تلوحوا في الافق. صح اما سي ناسي كي رجعنا لتقييم اللاعبين كل واحد على حده، وي فصراحه هناك اكثر من علامه استفهام على اكثر من لاعب. وي وغادي نبدا باش ما نحاول ما نطولش بزاف على الاخوان اللي بغا يتدخلوا من بعد. غنبدا باللاعب اللي كان بلغه الارقام، كندوي بلغه الارقام احسن لاعب في المباراه هو بن حاري، على صح اعتبار انه هو اللي دار اسيست ديال الهدف الاول، هو اللي جاب لنا ضربه جزاء وتسبب في الحمراء اللاعب الخصم. الاداء ديالو البارح كان مخالف لكل التوقعات، حتى اكبر المطبلين لهذا اللاعب ما كانوش كينتظروا الاداء اللي قام به البارح. وي ما عرفتش واش هذا راجع لان اللاعب كان كيحس بان المكان ديالو في الراجا مهدد. وي اكيد. واش لا ما واش ننساوش واش بانه ما اخطا لعبش الماتش اللي قبل، من طبيعة الحال؟ ما لعبش انا ما عرفتش واش جا شي عرض من خارج المغرب هو اللي خلاه يبان بهذا الشكل، لان الامر كان غريب شيئا ما، سواء التحركات ديالو التمريرات ديالو تندوي على الشوط الاول، الروح العاليه في الضغط على المدافعين، راه كان كيضغط على المدافعين، وي يعني اشياء غريبه ما اعتادناش الرؤيه ديالها في اللاعب، خصوصا في اللقاءات الاخيره، لان صح طالت واحد موجه ديال الانتقادات والكل صح كيعرف هذا الشيء. صح ما يعاب على بن حالي البارح، يعني هذه نقطه استفهام اللي ممكن ان نطرح، وكنظن انك شرشي ليها سي ناسك بما فيه الكفايه، هي في اللحظه اللي في لحظه الاحتجاج ديالو بعد التغيير. صحيح ان ممكن اننا نقول اونتر بارونتيز مثلا المدرب سعد الشابي، نقولوا ما كاين بعض الجماهير اللي غتقول لك ما كانش عليه انه يقوم بالتغيير ديالو، خصوصا انه كان كيلعب الماتش ديالو كان في نهار وكان فعال بشكل كبير، ولكن كيف ما كنقولوا بالدارجه ما كانش عليك تاخذ حقك بيدك. وانا في نظري انا الشيء اللي خلى سعد الشابي انه يقوم انا تنقول لك في نظري انا الخاص اللي خلاه انه يقوم بالتغيير ديال بن حليم، فهذا راه راجع الى جيتي الى رجعتي للاصابه اللي تصاب بها بن حليم في ضربه الجزاء، راه تقدر تبان لك ان اللعاب راه صافي راه من وراه ولا اون فورم ورجع في الماتش الى غير ذلك، ولكن لا قدر الله لو انه عاود تقاس في نفس البلاصه راه كانت ممكن ان العقوبه تكون يعني العواقب ديالها تكون وخيمه. انا كنظن ان بن حليم الشوط الاول لعبوا شوط مثال، يعني فكرنا يعني ماشي نقول لك فكرنا لانه ما كانش ستار باش غادي يفكرنا، ولكن يعني مستوى خيالي ما انتظرش انا شخصيا ان بن حليم يبان بهذاك المستوى، ولكن في الشوط الثاني راح كان غائب لا سيسا غائب كان كليا سيسا على تماما. انا شفته من الدقيقه 45 اللي بدات 46 حتى الوقت اللي شون جا المدرب كان غائب، ما عرفتش هذاك الغياب والسبب ديالو بدني والسبب ذهني، والسيد اطمأن على بلاصتو انه تيقول لان كل لاعب عنده حسابات، كيقدر يقول انني درت ان بون ماتش، راه جبت جوج عمليات، جبت بيلانتي وعطيت السونتاج تاع البيت الاول، راه صافي درت بلاصتي، راه المدرب غينساني نلعب شويه عليا وقت ما بغيت، وهذه
كاين حسابات ويمكن صدقات حسابات مغلوطه والمدرب ولا كيبان لي انه يعني انه ما بقاش كيعطي كي اضافه شونجا. الانسان اللاعب راه كيبقى لاعب محترف وكتلعب في الراس وانت عارف انه واحد كبير ديال الناس عدد كبير ديال الشعار كتشوفك واش هذاك مثال ديال اللاعب المحترف. انا ما تندويش على الاداء شي شي بغض النظر على تقييم الاداء شي خرج الحافظ الحافظ اللي ما كاينش خو دابا حتى في المنتخب نكون واضحين وي منتخب ما كاينش خو الحافظ الحافظي لولا يعني تغيب عليه الاصابه ويكون في الفورما راه ما كاينش خو حتى في المنتخب عندنا باش بلا ما نديرو باش بلا ما نبقاو نوضعوا مقارنات الحافظي مع لاعبي البطوله الوطن لا ما كاينش ما كاينش راه يغير الحافظي الحافظي ماشي من حقه انه يحتج بهذيك الطريقه لان المدرب تيبقى هو لو جيرون هو صاحب القرار هو اللي هو اللي كيشوف خصوصا انك كنتي رابح بثلاثه كنتي رابح بجوج ولا يعني كنتي رابح الماتش في يدك الماتش في يدك يعني غيرك كتحتج بهذيك الطريقه وعلى الاقل حنا على الاقل خود كمثال الطريقه باش خرج بها متولي وي وي واش انت لعبتي قد متولي ولا حققتي الارقام اللي جاب متولي ولا ما وعميد الطريقه باش خرج متولي وعميد الفريق وعميد الفريق او عميد فريق يعني عميد فريق كتخرج وتصافح المدرب الى غير ذلك. بالنسبه للاعب مذكور سي ناسي كنظن ان تهضرش عليه بش بما فيه الكفايه كنعرفوا انه لاعب ما نقولوش صغير في السن لانه مذكور راه تقريبا 23 سنه في هذا السن راه ما يمكنش اننا نقولوا انه كان عنده هامش التطور وداك الشيء مذكور عنده حوايج عطاهم ليه الله سبحانه وتعالى عنده راه كونديسيون فيزيك عنده الجرأة عنده هذا ولكن هذاك الشيء ما قادرش انه يطور شويه من الامكانيات ديالو في العرضيات من الناحيه الهجوميه ضعيف يعني ما قادرش انا ما بغيناش حنا نزيدو نضغطوا عليه اكثر باش ما يتهرسش عاوتاني يعني اللعاب اكثر من هذا الشيء مونطارمو لان انا ما فهمتش انا اكثر من عالم الاستفهام كنطرحها على اللاعب مذكور. شوف الناهيري البارح 6 شهور هو غير 6 شهور وما كيلعبش الوقت اللي دخل كتحس ان بلاصتو معمره واول رساله كيوجه الناهيري راه ما كيوجهاش لينا حنا كجماهير راه كيوجهها للاعبين اللي كانوا كيلعبوا في البوست ديالو قبل ما يلعب وياه راه ثلاثه كيتسناو ثلاثه كيتسناو عندهم دابا ما يتسناوش الناهيري الا غابت عليه الا ما تعرضش للاصابه لا قدر الله ولان المستوى البدني ديالو راه مازال فين غيتحسن وي راه اللاعب يلاه راجع الله كيرجع الكره في رجلو يلاه سيرتو لو غيتم سيرتو لو غيتم دو جو فوالا ملي غادي ياخذ لو ريتم دو جو هذيك الساعه غتولي تشوف ناهيري واحد اخر راك تحس به السيد البارح معمر بلاصتو وعطى واحد الصلابه دفاعيه انا ما تندويش غير على الناحيه الهجوميه شناه لعب 6 شهور هو غايب وتيطلع ويهبط تيطلع ويهبط يعني كيعطيك واحد لو سونس نتايا مثلا كمتتبع رجاوي اخي تولي تقول مثلا واش هاد اللاعبين واش ما كيشوفوش راه كيف ما جا على لسان بعض الاخوان اللي دخلوا معاك قبل واحد السيد قال لك ان مذكور خصو مثلا يرجع شويه ويشوف سامي تاج الدين وهادو اللي معاه يشوفوهم يشوفوا الناهيري هادو اللي كاينين معاهم دابا يشوفوا الناهيري كي كيلعب فلي باس يعني فلي باس والتدخلات ديالو والسيد كاري وكتحس به واقف واحد القضيه واحد القضيه الحمون واحد القضيه لاحظتها في الناهيري اون بليس دو سا عنده الاحترافيه في اللاعب فين بانت الاحترافيه كتعرف على الناهيري انه كيتميز بالقذف من بعيد هذه وحده حاجه ثانيه كيتميز بلو سونتراج انفلوبي الكاري ياك هادو جوج حوايج ما دارهمش البارح علاش لانه ما بغاش يحرق المراحل باش تعرف الاحترافيه في الدماغ ما بغاش يحرق المراحل بغى يلعب كره سهله بغى يلعب الكره اللي كي اسيوري فيها لاباس باش ما تضيعش كره باش يتسمى يعني اغلب ديال الكواري صلاحهم ما عندوش لو ديشي حاول ما امكن يحارب لو ديشي باش يكون عنده ديك الصوره زوينه في اول مقابله وهذا هو اللاعب المحترف لان كون واحد اخر عنده عقليه هاويه اش غيدير هو مولف كيتيري وعنده مع التير غادي يبغي يبقى يشير ويضرب فوق البار الفوق ماشي ما كيهموش غير ولكن لا هنا كتبان لك اللاعب عنده عقليه اللي تبارك الله غتفيد الراجل مع العلم السيناسيك انه كان عارف انه عليه ضغط يعني جميع الجماهير ما تندويش انا على الرجويه فقط راك عارف شنو كنقصد كانوا كيتسناو كيفاش غادي الوجه اللي غيظهر به الناهي يعني كانت عليه الايون بزاف لاعب كيحس انه عليه ضغط قبل ما يدخل ومع ذلك تقدم هذاك الاداء وبرافو المدرب اللي بدلو في هذيك الدقيقه 73 كان 74 فوالا يحافظ عليه ويخليه صافي ملي ضمنت فوالا ملي ضمنتي الماتش
صافي الفاروار على واحد مثلا واحد اخر واش هادي ملعب يقدر تجي دي شيرير ولا تجي شي حاجه صعيبه تقدر تجي شي دقه واعره بطبيعه الحال. الور واحد النقطه اخرى سي ناسيك بالنسبه للاعب حداد وحداد مهاجم ديال الرجاء وي فهذاك مثال لاعب الجاهز الفعال ديال بس توني ودخل وي وي ماشي غادي تسنى اللعاب عطاه واحد الفتره ولا خصو لا يرجع لياقه بدنيه لا مثال لاعب مهاجم فالابل بكل ما تحمل الكلمه معناه يعني عطيه توني ودخل الماتش الاول دخل كذلك غرض ماركابيت الماتش الثاني تخرجتي كيفاش راه شحال من واحد من الناس اللي شاهدوا المباراه ديال البارح تقول لك ديك الكره ديال الراس اللي ضرب بيت الاولاني جاتو مزيان راه شوف لو ديماراج ديالو راه كان غادي مع ابن حليب يعني كان غادي فواحد الاتجاه بجوج واحد لقيت غيفراني وغيرجع للور كتحس ان اللاعب المهاجم كيشم الكره ديال البيت كيشم الكره فين غتجي وي وي يعني الطريقه باش تبلاصه الكره وباش هذاك الارتقاء والضربه ديال راسك كتحس ان اللعاب يعني انا بالنسبه ليا كراي شخصي يقدر واحد العدد كبير ديال الجماهير ما يتفقوش معايا فانا كنظن ان احداث غيستقف الرجاء احسن من مالون انا عندي هذا الاحساس ومازال مباريات ان شاء الله القادمه انا تبين هادشي بالنسبه للاعب لا تفضل تفضل حيت مالونغو كتلاحظ بعض المرات مالونغو شي كواري كيتيروهم ماشي اون بوزيسيون دي تير ما كيكونش عنده لونغل اوفير ومع ذلك كيتيري بعض المرات راه كي سميتو عاد مالونغو ثقيل مالونغو راه ثقيل هذا هو المشكل ديالو احداد لا عنده هذه الميزه الخفه وعنده ديك احداد ما كيتيريش على الله احداد كيتيري ملي كيضرب الشبكه تيبان لك خطوره من عدم الحارس تقاد مع يعني انه عنده واحد المستوى ديال ليفيكاسيتي تبارك الله اللي هي عاليه فكنتمنى انه يكمل وانه يكون ان شاء الله ربح للرجاء لان محتاج اللاعب اللي يعوض لها ديبار بحال ديال مالون طبعا الحال سي ناسيك حداد راه فيه مجموعه من الخصال اللي مزيانه اللي نادرا في تلقاها في مهاجم خصوصا مهاجم ديال الصندوق اول حاجه لاعب ما كيحسدش الا بانتي الكره ديال لاباس كيعطيها لك فوالا كيما عطى الحفيظي وبلغه الدارجه كتحس به كيبرز الدفاع قادر انه يقلق اي دفاع كيف ما بيكون ما كيوقفش كتحس باللعب يعني الداخل ديالو كاينه واحد الشحنه عنده واحد الشحنه وعنده صح. واحد الرغبه صح. باش يعطي وي. يعني اضافه لانه هو اصلا تيعجبو ستيل ديال الرجاء وتيعجبو يعني كيحس انه عنده اهتمام من طرف الجماهير من طرف اللاعبين من طرف هذا كيبغي يعوض يعني باغي يعوض وباغي يكافئ الجمهور على هذا الاهتمام وعنده حاجه اخرى اللي هي الرجاء محتاجه لها ما عندهاش هي الكرات العاليه الكرات الهوائيه الضربات الراسيه عنده تبارك الله واحد لا ديتونت في المستوى العالي ملي كيتهز كيتهز بزاف هذا وعنده حتى الكواري اللي كيتلعبوا عند ديريكتومو الهجوم كيسبق لهم هو غالبا كيديهم بالراس لان عنده لا ديتونت كيتهز مزيان ف شوف انت دابا كله ربح للرجاء هذاك بطبيعه الحال شوف انت دابا سي ناسيك الرجاء بمجرد دخول النهائي بمجرد ماشي دخول النهائي غطينا واحد البلاصه كان عندنا فيها خصاص بلاصه من البلايص غطيناها بالنهائي شو الاداء كيفاش نعاكس على الفريق ككل فوالا وتخيل معايا كوجتي اجنحه مثلا مستوى كبير مثلا شو واحد بحال الزرهوني وداكشي كيفاش غادي يكون مع احداء وي انا البارح صراحه والله الا واحد اللعاب الا ما عزيز عليا ولكن كنت اسف ليه بزاف هو الهبطي يعني الهبطي في ماتش بحال البارح رابح بثلاثه لاعب مع فرقه ناقصه بلعاب شوارع كاين اللور إذا ما بينتيش في هذا الماتش من ماتش بغيتي تبين فاش من ماتش بغيتي تألق وي هذا هو الماتش ديالك تكنيك مو ما عندنا ما نقولو تكنيك مو مخير ربما أحسن لاعب تكنيك مو في البطولة الوطنية وي. ولكن لست فعال لا بتمريرات حاسمة ولا بإنهاء الهجمة راه ما عنده هذا المشكل من بدايات ديال الهبطي وباقي لحد الان كتشوف ما كاينش تحسن يعني واش اللاعب ما كيخدمش على راسو ولا ما كيشوفش راسو كتلعب لعب ديال الدروبه صاحبي داكشي ديال الدراري الصغار وخصني نبقى شاد الكره راه ما يمكنش انك تبان ولا الجمهور يرضى عليك صح سي انك تبقى شاد الكره والدريبل الجمهور راه كيتسنى نعم سي رحمون واحد الملاحظه تاع الانتباه ديالي ديال السي بدر بالخطان قال لك احداد كيتهز بحال رونالدو
وفعلا انا لاحظت في هذه القضيه، راه ما كذبتيش، دابا رونالدو شناهي عنده واحد الميزه، انه كيتهز كيتفيكسه في السماء، ملي كيتهز ديك لا ديتونت هي كيترينيو عليها، تيفيكسي بحال هكا رجليه بحال هكا وتيوقف، وعاود كيطويهم في الاول عاد كيوقف هكا، كيتسرحوا رجليه باش بحال كيتفيكسه في السماء، تيوقف في السماء باش كيتهز هو فوق من المدافعين وكينزل عليها. عنده احداد تقول كيتريني عليها، تقول انه كيبغي يقلد رونالدو فيها، عنده هذيك لا ديتونت كيتهز وكيوقف، وهذيك راه واعره، هذيك كتولي انت فوق من الدفاع كامل وكتسماتش براسك. وكيتبع حتى الكره ديالو، كيتبع حتى الكره ديالو، بحال اللي كيوجه راسو، كيوجه بحال اللي كيشد الكره بعيد وكيوجهها. راه واحد الكره راه سونطراها ليه الحفيظي، راه كتحس باللاعب بقى تبع الكره تتنى في الارض، هو راه ديك الطيحه اللي طاح تنى. وي 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 كتبقى كيبقى يلاحظ الكره فين غادي. وصراحه على العموم شي البارح الاداء كان يبشر بالخير. وي. انا الصراحه البارح الرجاء عطات يعني عطات واحد المتنفس للجماهير، كتحس ان الجماهير البارح ولا كيبان ليها بان ولات كطمع، بدا كطمع في مشروع فريق قوي، بدا كطمع في مشروع فريق قوي. ان شاء الله احنا غادي دقه دقه بشويه علينا، وان شاء الله غادي نوصلوا غنوصلوا، فقط كيخص غير شويه على المستوى ديال الاداري انه يدار واحد الرئيس، واحد المكتب اللي يكون كيطمئن الرجاويين على مستقبل الرجا. ولكن ان شاء الله على المستوى التقني غادي نمشيو، المدرب غادي بالفريقه كيقاد شويه بشويه، باقي واحد اربعه ولا خمسه ديال اربعه ديال اللاعبين من دوك اللي جاوا باقي ما خطوش الفرصه ديالهم، ان شاء الله حتى هما غادي يعطيو واحد القوه. ما نساوش سامي هنا زوين هذاك الدري، الا دخلت هو غيعطي غيعطي في الميليو، وكاين سميتو، وكاين داك الولد العماري، وكاين داك الزرهوني الازهري، راه كاين تبارك الله داير اللي باقيين، كوياطي راه باقي مازال ما خداش فرصه ديالو. واحد الوقت غيجي، واحد الوقت في الموسم باقي طويل، غيجي واحد الوقت وغتوقف على هذا اللاعب، لان احنا دابا شفنا مثلا المستوى اللي بان به الحفيظي في الماتشات بثلاثه، فراه انت ما تنتظرش ان الحفيظي غيكمل لك العام كامل. لا لا خصو لا بدا يرتاح. غيجي واحد الوقت كيف قلنا غادي تولي لا جراج تلعب 3 ماتش بار سومان، راه السيد راه ما يمكنش يكمل، غيجي واحد الوقت غيعيا غيتعرض للاصابه، هذا خاص دار عادي ماشي الامر ما كينطبقش غير على الحفيظي بوحدي، راه كينطبق على واحد العدد كبير ديال الركائز، خاص خاص غتولي عاد غتجي ديك الفتره ديال المداوره وداك الشيء وغتوقف على هذا اللاعب. صح صح، غير هو خاص المدرب، خاص المدرب يعرف امتى يوظف، امتى يدير المداوره. داك الشيء اللي كاين باش ما تعرضش للفرقه. انا فوالا، انا بحال البارح، انا بحال البارح عجبني ملي شاف الماتش انه تحسم وداك الشيء، دار واحد العدد كبير ديال التغييرات ديال اللاعبين اللي تغابت عليهم التنافسيه مده طويله، بحال ابو طيب، بحال سوق حال، بحال يعني لاعبين اللي غابوا على التنافسيه مده طويله باش يدخلهم عاوتاني في الاجواء ديال البطوله. لان الراجا دابا شتي دابا عاد في الماتش الثالث الرابع الخامس عاد غيبداو الفرق اللي وجدات بدنيا مزيان، وي اللي كانت بريباراسيون ديالها على اعلى مستوى، لان يعني دابا غاديو تخلصوا من ديك لا شارج، كتتخلص منها كتضرب ربعه ماتشات ثلاثه ماتشات، وتما فين كتبدا. ايوا ان شاء الله نتمنوا التوفيق اخويا، كنشكرك اخويا على التدخل سي رحمون، فرصه سعيده هذه، ومازال ان شاء الله فرص اخرى ان شاء الله نعاود نتناقشوا. تحياتي لك، وشكرا والى اللقاء، وتحيه للناس ديال ايطاليا، تبارك الله عليك خويا، عانك الله، بارك الله فيك، شكرا خويا. فوالا اخوان، اسمح لي السي واحد الاخ بغى يدخل دابا، يسمح لي راه فتنا ساعتين انا هو، انا ودي ساعه ونص، دونك كنكونوا هكذا يعني وصلنا النهايه ديال البرنامج ديالنا. واحد النقطه نبغي نوصي الاخوان ديالي الرجويين، انه ما نضغطوش بزاف على المدرب، نخليو المدرب يخدم، راه غادي بالمشروع ديالو، راه غادي الحمد لله الفرقه غادا شويه بشويه كتحسن، واكيد انه يعني لا شارج بدات كتحيد مع الماتشات، وان شاء الله الفرقه غتكون احسن. كما قلت باقي اربعه د اللاعبين باقي ما خداوش فرصه ديالهم، ما لعبوش، مازال ان شاء الله الفرقه غادا تعطينا ما احسن من هادشي اللي شفنا. وواحد النقطه ما خصناش ديما نغفلوا عليها، هي كل التحيه للمكلف بسميتو، يعني السي امك يلاه قال السؤال والله العظيم يلاه باغي نهضر عليها. ما نساوش المكلف بالاعداد البدني، فتحيه ليه، كيدير خدمه في المستوى العالي، الفريق راه كتشوفوا الحمد لله كيفاش كيجيري حتى الطاقه 90 باقي كيجري، فتحيه للمعيد البدني. واحد السيد ما خصناش حتى نغفلوا عليه، وهو هذاك المساعد التونسي اللي جا، راه هذاك المساعد راه مكلف بلا ليكتور دي ماتش، دونك ملي نشوف واحد تحسن الفرقه راه عمل ديال الفريق كله، كل واحد كيعطي واحد شويه من عنده باش كنشوفوا رجاء كبيره، رجاء اللي غطمئن على مستقبلها ان شاء الله، رجاء الكبار
الرجاء العالمي، موعدنا في لايف قادم إن شاء الله. دمتم بخير وإلى اللقاء، تصبحون على خير.